السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا متابعينا أينما كنتم. الله يحييكم مشاهدينا في هذا اللقاء الخاص الذي سنتحدث فيه كثيرا عن المشروعات التي تم تنفيذها لموسم حج هذا العام في العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة. حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذا اللقاء الخاص الذي سنخصصه بالكامل للحديث ماذا قدم ويقدم من مشروعات لضيف الرحمن الذي سيستفيد بكل تأكيد من هذه الخدمات التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، والتي جاءت في كل ملامحها وتفاصيلها واضحة. خدمة الحاج شرف لا يضاهيه شرف، وخدمة الحاج بكل التفاصيل لا حياد فيها، وهي ديدن لهذه البلاد مشاهدينا الكرام من قائدها وحتى كل القطاعات التي تنفذ هذه التوجيهات. مشاهدي الكرام، أمانة العاصمة المقدسة بدون شك بأن لها دور كبير وكبير جدا في متابعة وتنفيذ والإشراف المباشر على كل المشروعات التي تصب في صالح وفي خدمة ضيف الرحمن. اسمحوا لي مشاهدي الكرام في هذا اللقاء الخاص أن نذهب أكثر في الحديث عن هذه المشروعات من خلال معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحس. حياكم الله المهندس. حياك الله أستاذ ناصر والإخوة المشاهدين. الله يسلمك. الله يعني دور كبير لأمانة العاصمة المقدسة في المشاريع اللي تقدم. نعرف أنها مساندة كل المشاريع بدون شك بأنها تصب في الأخير في صالح. أعطني وأعطي المشاهد الكريم أبرز تلك المشاريع التي نفذت لخدمة هذا الموسم. بسم الله الرحمن الرحيم، جزاكم الله خير وشكرا على الإضافة. في الواقع أمانة العاصمة المقدسة تعمل ضمن منظومة الأجهزة الحكومية التي سخرت جميع خدماتها وأعمالها لخدمة المواطنين وخدمة ضيوف الرحمن. العاصمة المقدسة لديها العديد من مجالات العمل في مكة المكرمة، من أهم عملية الطرق والإنارة والأنفاق وعملية السيول وعملية الأرصفة، إلى جانب الخدمات التشغيلية مثل أعمال النظافة والإصحاح البيئي ومراقبة الأسواق ومراقبة الأعمال المساندة لذلك ومكافحة الحشرات والتخلص من النفايات. فبالتالي الأمانة في الواقع لديها العديد من المهمات التي مسؤوليتها تنفيذها خلال موسم الحج وطوال العام الماضي. بالنسبة لما يخص الحج هذا في الواقع هناك جزئيتين، الجزء الأول وهو المشاريع. المشاريع في الواقع وهي خاصة ما تهتم بتوفير سبل نجاح الخطة المرورية وانتقال الحجاج من عرفة ومنى ومزدلفة، ونفذنا لها السنة هذه لدينا أكثر من مشروع، حوالي 5 مشاريع رئيسية في الواقع نفذت لتمكين الحجاج والخطة المرورية من العمل بيسر وسهولة. تكلفة كانت ما يقارب 500 مليون ريال نفذت خلال السنة هذه لتقدم مشاريع طرق وأنفاق لخدمة الحجاج، أهمها مشروع الدائري الرابع المسمى طريق علي بن أبي طالب، والتقاطعات التي تخدم كثير من الأحياء مثل السيل، مثل تقاطع جدة السريع، مثل تقاطع جدة القديم مع الدائري الرابع. وفتحنا كثير من الطرق من ضمنها طرق المشاعر، الشرائع، المجاهدين، وطرق ولي العهد. والحمد لله السنة هذه إن شاء الله حتكون هناك جزء كبير من هذه الطرق تحت الخدمة، وتسبب إن شاء الله انسيابية في انتقال الحجاج من عرفات ومزدلفة ومنى والمشاعر المقدسة سواء الداخلين إليها أو الخارجين منها. في السابق كان بعض الحجاج عندما يأتي موضوع النفرة لا يحتاجون إلى التوجه إلى مكة، يواجهوا صعوبة كبيرة في الواقع. الآن أصبح هناك سهولة كبيرة في الانتقال من المشاعر إلى طريق المدينة المنورة، وهذا يسهل كثير في السابق كان عندنا الطريق العزيزية. الطريق هذا يغلق يكتظ بالسيارات، تصير فيه اعتياديات كبيرة ومشاكل كبيرة. اليوم أنت تتحدث عن يعني نجاح خطة مرورية، هل المرور يبني خططه على يعني ما يراه مناسب في حركة الحجيج والأمانة تتدخل للتنفيذ، أم أن هناك خلني أقول تعاون مشترك بينكم؟ بالعكس، هناك تعاون مشترك على أعلى المستويات في الواقع. لدينا في الأمانة اللجنة المرورية المشتركة سنوية بنجلس مع بعض مع سعادة اللواء محمد البسامي والأجهزة المختلفة، ونضع
طريقة ما لدينا في العاصمة المقدسة، والخوائف المرور يبنوا خطتهم على الطرق الجديدة توسعها، وهناك اتفاق مشترك سواء عن طريق الطرق التي تتم تجهيزها تنفيذها، هناك بعض الطرق يتم تغيير الخط المروري حسب احتياجات الأخوان في المرور، فتدخل الأمانة في وضع المصبات وطريقة تسييلها وعملها، في طرق جديدة بنفتحها بنبلغ ترى هذا الطريق سيفتح، وبالتالي ضعوه ضمن خطتكم المرورية، فالتنسيق في الواقع مشترك وعلى المستويات في نجاح الخط. حتى أثناء تنفيذ الخطة بعض الأحيان تأتي بعض الأمور الطارئة بتقفيل شارع، بفتح شارع، بتغيير مسار شارع، فلدينا في الواقع كثير من الفرق الجاهزة للتمشي حسب احتياجات الزملاء في المرور. مع أنني نصف مليار ريال فقط تم ضخها لإنجاز هذه الطرق، ويمكن المرحلة مرحلة من مراحل اللي هو الدائرة الرابع. إيش أبرز ملامح خطة الأمانة هذا العام؟ على إيش ركزتم في هذه السنة؟ نعرف أن المملكة الآن قاعدة يعني تزيد من أعداد الحجيج وفقا لهذه الرؤية التي كل عام تنجز. نعم، خطة الأمانة في الواقع بدأناها من نهاية العام الماضي في الواقع. بدأنا الخطة بعد انتهى كل موسم، لدينا لجان بنجتمع وبنقيم ما تم في موسم الحج، ما هي الإيجابيات، ما هي التحديات، ما هي السلبيات، ونبدأ نضع كيف نستطيع أن نضع خطة العام القادم. هذا ما تم في العام الماضي، والحمد لله الخطة وضعت كثير من العناصر. من أهم عنصر في الخطة في الواقع هو توفير العمالة والقوى البشرية. هذه السنة استطعنا أن نوفر ما يقارب 23,100 عامل ما بين مهندس وفني ومراقب وعامل ميداني، موزع على أكثر من 28 مركز خدمة بلدية في المشاعر ومزدلفة ومنى وعرفات، بالإضافة إلى 11 بلدية موجودة في مكة المكرمة. يعني الحج عندنا بالنسبة للأمانة عاصمة المقدسة قبل الموسم وأثناء الموسم وبعد الموسم. مكة الله يعمرها في الواقع عبارة عن 3 مدن في مدينة واحدة. لدينا المنطقة المركزية، تكلم أنت عن العاصمة المقدسة، عن العاصمة المقدسة لدينا المنطقة المركزية موجودة فيها الحرم المكي وما حوله من فنادق وشقق مفروشة ومطاعم وخدمات، وهذه يتواجد دائما فيها ما بين مليون إلى مليون ونص شخص في أي وقت في الواقع، خاصة الآن بعد هذا المعدل الطبيعي. يعني الآن فتحت العمرة، العمرة ما شاء الله طول السنة، وبالتالي نجد الحرم المكي والمنطقة المركزية مكتظة بالمعتمرين والزوار والمواطنين، وبالتالي هذه المنطقة في الواقع تحتاج إلى خدمات، خدمات بلدية سواء كانت عملية النظافة، عملية الإحصاص البيئي، مراقبة المطاعم، الإنارة، السفرة، متابعة السيول، المراقبة الفضاء، هنا من أهم الأشياء. أهم الأشياء. فبالتالي عندنا في الواقع يعني مدينة متكاملة ضمن مكة المكرمة. ثم نأتي إلى وقت المشاعر المقدسة وهي عرفات ومزدلفة ومنى، وهذه يتواجد أكثر من 2.5 مليون شخص في فترة وجيزة، ولكنها تعتبر مدن متكاملة في الواقع، تحتاج كثير من الخدمات، نفس الشيء الإضاءة، النظافة، الإصحاح البيئي، المكافحة وما إلى ذلك، وهذه في الواقع تحتاج إلى جهد كبير. يعني أثناء الموسم أكثر من 13,000 فرد يعملون بس في عرفات ومنى ومزدلفة. 13,000 فرد من عمال نظافة، من مهندس الأمانة، بس من الأمانة فقط. يعني عندنا 28,000 مهندس وعامل. نعم تقريبا 13,000 في عرفات ومنى ومزدلفة لفترة الحج اللي هو الأسبوع زمان تقريبا. هذه تستخدمون فيها العقود؟ لدينا عقود، لدينا كثير من العقود. يعني عقود، نعم عقود. جهات عديدة تشارك في موسم الحج، حكومية، أهلية، تطوعية أو خيرية، إيش الدعم اللي تقدمونه لهذه الجهات؟ الأمانة في الواقع أنا أعتبرها طبعا وليس مجاملة، لكنها تعتبر العمود الفقري لكثير من الخدمات ضمن مكة المكرمة. نتعامل مع أمارة منطقة مكة المكرمة بتوجيهات صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل وسمو نائبه بدر بن سلطان، ونتعامل مع وزارة الداخلية بقطاعاتها المختلفة، المرور، الأمن العام، المباحث الإدارية، رئاسة أمن الدولة، جميعها مشتركين معها. قطاعات الأمور لها علاقة أقرب الحجة، نتعامل معها بكل قوات المسلحة، توفير الخدمات المناسبة لهم، نقل النفايات، السفرة، الإنارة، وبالتالي لدينا تواصل معهم. وزارة الحج في الواقع والعمرة لدينا فريق مشترك معهم، نتعامل معهم، وزارة الطوافة، مجلس التنسيق، الهيئة العليا للنقل أيضا نتعامل معهم، نتعامل مع
طائفة الزمازم والرفادة والسقاية، فبالتالي لدينا في الواقع حتى وزارة الشؤون الإسلامية لدينا تعامل معهم. الهيئة الغذاء والدواء اليوم كان عندنا اجتماع مع هذا رئيس الهيئة كيف ننظم عملية مراقبة المطاعم وتأكد من سلامتها. لدينا تعامل مع بنك الإسلامي حق مشروع المملكة للأضاحي كيف نوفر المسالخ، كيف نوفر إمكانياتها نظافتها، توفير الخدمات للأضحية والصدقات والهدي. فبالتالي نتعامل في الواقع مع شبكة كبيرة من الأجهزة الحكومية، ونعمل في الواقع تحت إشراف لجنة الحج المركزية برئاسة صاحب السمو الملك المستشار خادم الحرمين الشريفين الذي يضم جميع هذه القطاعات تعمل في الواقع كلهم شخصيات تنفيذية بمنظومة واحدة وعمل واحد وخدمة واحدة. بنيجي نتكلم معالي الأمين عن دوركم في أكيد المسالخ وكذلك خدمة الحلاقة بعد المعادي، لكن خلينا نتكلم مبدئيا عن المشاريع، أهم المشاريع اللي نفذتوها الآن اللي استقبلتوا فيها، وكم يعني إيش كانت أهميتها وكم التكلفة التقريبية؟ المسالخ لا ما أتكلم عن المسالخ، أتكلم عن المشاريع بشكل عام. المشاريع في الواقع زي ما تفضلت في بداية الحديث أكثر من 500 مليون ريال خلال هذه السنة صرفت على الطرق والإنارة والسفلتة ومشاريع أخرى. في مشاريع تكميلية في الواقع من أهمها مشروع مبنى المواقف الذكية لأول مرة على مستوى المملكة العربية السعودية، نفذت الأمانة هذا المشروع المواقف الذكية. اشرح لنا. كان في عندنا أرض حوالي 1500 متر مربع، عدد مواقف السيارات لا يتجاوز 150 موقف لأن سطح هذه بجوار مقبرة معنا في المسفلة. المواقف كانت محدودة، الاحتياج كبير، في الواقع طرحنا مشروع اللي هو عملية استثمار هذا الموقع بأن يكون مواقف ذكية متعددة الأدوار طبقات، لأن المكان ضيق وبالتالي لا يستطيع أن تنفذ مشروع مواقف عادية وهي من تأتي السيارة بيلف فيها وبيطلع بنفسه لأنه موقع صغير. فكان لابد من استخدام فكرة المواقف الذكية اللي هي مبنى فقط مواقف السيارة، تدخل السيارة تنقل عن طريق أوتوماتية ترفعها إلى في اليابان في اليابان. وهذا أول موقف في المملكة العربية السعودية. أصبح عندنا الآن موقف مبنى ذكي يتكون من 13 دور، يستوعب 550 سيارة. فترة زمنية لدخول السيارة إلى الموقف لا تتجاوز دقيقة، خروج السيارة من الموقف إلى صاحبها لا يتجاوز دقيقة أخرى. فبالتالي بس خلاص شكرا يسلمها برا ويستلمها وبعدين مشكور يدخلها ويروح يخلص شغله يطوف يسعى ويرجع في دقيقة يستلم سيارته وتوكل على الله والدفع عن طريق البطاقة مدى، وبالتالي لا يوجد أي تكدس في هذا الذين حال عشرها معقولة. ساعة بخمسة ريالات تقريبا يعني ساعة إذا كان قريبة وفي وسائل نقل بتوصلنا للحرم أعتقد أنها أعتقد هذه سهولة. إذا كان الشخص كمان ما حياخذ في عمره كم يعني خلينا نقول الوقت المتوقع للشخص لما يعني نتكلم يطوف يعني ما يتجاوز ساعة إلى ساعتين، يعني ساعتين أعتقد جدا وقت مناسب. من سيارته موجودة 10 ريال بدفعها بيحق سيارته وبيمشي. ولدينا مشروع آخر إن شاء الله خلال السنة برضو ينتهي على نفس المستوى، بالتالي حنخفف من الضغط الحرم ضغط السيارات. حتى الآن في تفكير إنه حتى عملية حجز السيارات، يعني الآن كثير من الناس يجوا في مداخل مكة بحجز سيارته، بنحاول نسوي عملية ترتيبية مع الأخوان على الأقل في الموسم ما يكون ذروة إلا في ذروة إلا ممكن يدخل الحرم يحجز موقفه. هذا الأسلوب الجديد الآن، إذا كنت الآن بتعتمر وحتسوق سيارتك من جدة جاي من الرياض تعتمر تحجز الموقف الساعة الفلانية، تركب السيارة عندك بطاقة حجز للموقف تركبها تدخل تحجز سيارتك تخلص عمرتك وتمشي. هذه عملية تسهيل في العملية. مدام الشيء بالشيء يذكر مع الأمين، وهذا سؤالي قبل ما أروح فاصل. اليوم موضوع العاصمة المقدسة اختلف وجهها، بنشوف الأجهزة الذكية المنتشرة دائما
في الطرقات وهذا، كيف نجحت هذا الموضوع؟ هل تعتقدون انه فعلا الموضوع هذا نجح وكان فيها خلينا نقول عائد جيد للامانه؟ والله ان شاء الله ينجح، وفي طريقه انه ينجح ان شاء الله، لانه التوجه واضح وصريح. رؤيه 2030 رؤيه صاحب السمو الملك الامير محمد بن سلمان ولي العهد، وهي ان تكون مكه المكرمه ضمن افضل 5 مدن على مستوى المملكه في المدن الذكيه. نريد ان ننافس عالميا بانه 5 مدن من مدن المملكه تكون مدن ذكيه من ضمنها مكه المكرمه. ولدينا في الواقع مع الزملاء في الاماره والهيئه الملكيه لتطوير مكه المكرمه وهيئه تطوير مكه استراتيجيه لتحويل مكه الى مكه ذكيه في الواقع. بالعكس مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أنها تكون أذكى من ذكية في الواقع، وأعتقد هذا في الواقع إن شاء الله يتحقق. بدأنا عديد من المشاريع الذكية، لدينا الآن هذه المواقف الذكية أحد الأمراض المواقف هذا، والآن الآن الأمانة بصدد طرح منافسة إنشاء منصة لإدارة العناصر الذكية في مكة المكرمة. ممتاز. إذا المشاهدين الكرام بنروح فاصل، لكن تذكرت بما أن الحديث عن المدن الذكية اللقاء الذي أجريناه في الإخبارية، اللقاء الخاص الذي استضفنا فيه مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس لجنة الحج المركزية أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي خالد الفيصل بن عبد العزيز، عندما قال بأنه يرغب قبل أن يموت، الله يطول في عمره يا رب، أن يرى مكة مدينة ذكية. هذه هي البوادر مشاهدي الكرام، لنا عودة. تذكروا بأن هذا لقاء خاص مع أمين العاصمة المقدسة معالي المهندس محمد القويحز. حياكم الله من جديد مشاهدي الكرام في هذا الحوار واللقاء الخاص مع أمين العاصمة المقدسة معالي المهندس محمد البويح. حصل الحديث كثيرا عن مشاريع مكة المكرمة وتحديدا العاصمة المقدسة مشاهدي الكرام، التي بدأت بالفعل استقبال حجيج بيت الله الحرام لأداء مناسك حج هذا العام. النظافة ناجس كبير. صحيح. أنا دائما الحقيقة أسأل نفسي، وأنا أعتقد أن الكثير من الناس اللي يتابعونا الآن يسألون أنفسهم هذا الحجم الهائل من النفايات، أعزكم الله معالي الأمين وأعز الله كل مشاهد. خلينا يعني ما حتكلم الآن عن هذا الكم الكبير اللي راح يصب في المشاعر، لكن أنت اليوم تقول لي إحنا بدون أوقات الذروة في عندنا 1.5 مليون شخص متواجدين في المنطقة المركزية المحيطة بالحرم لأداء مناسك العمرة، كيف تتخلصون من هذه الكميات المهولة من النفايات؟ وبدون شك النظافة في الواقع حاجز، يعني حاجز كبير، وحاجز المدن. يعني المدينة تتميز المدن بنظافتها، يعني عندما تروح المدينة أول شيء تلاحظه من تنازل المدينة نظافتها ماذا نظيفة. فبالتالي بنحاول جهدنا أن مكة المكرمة تكون نظيفة. بدأنا في الواقع بتقسيم عقود النظافة إلى 5 مناطق، 5 عقود نظافة. بالتالي لدينا مش على شركة، مو على شركة واحدة، لأن إرهاق أول شيء، وقد لا سمح الله أنه يصير فيها تقصير تتأثر المدينة كلها. صحيح. فبالتالي قسمت مكة إلى 5 مناطق، 5 شركات. تكلفة الصيانة ونظافة مكة المكرمة تزيد عن 2 مليار ريال في 5 سنوات، وبالتالي سنويا الدولة رعاها على العقود. نعم على العقود. نعم على العقود. 5 مليار، 5 مليار، 2 مليار على 5 سنوات، معناته انه كل سنة انا عندي تقريبا 400 مليون ريال لنظافة مكة المكرمة العاصمة المقدسة. نتكلم عن داخل العاصمة، داخل العاصمة، وهذا في الواقع مبلغ كبير جدا، ولكن لضمان فضمان، وهذا من اهتمامات حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، لتوفير أقصى درجات النظافة والتخلص من النفايات والتخلص من المشاكل البيئية، وضمان نظافة مكة سواء للحجاج للمعتمرين للزوار. وبالتالي لدينا أكثر من 18,000 عامل نظافة يعملون على مدار الساعة، هذول متواجدين على طول الخط، وظائف دائمة ومستمرة مع عقود الشركات النظافة. لدينا أكثر من 2,000 معدة نظافة متوفرة
في مناطق مكة المكرمة وبعض المناطق زي المنطقة المركزية بنعمل فيها 24 ساعة عمال النظافة والمناطق عملية التخلص من النفايات بتصير بأول أول أول بأول. هل هناك أفكار في العاصمة المقدسة وتحديد المنطقة المركزية للتخلص من النفايات بطريقة ذكية؟ عندنا طبعا خاصة قضية الحشود وعملية الحرم المكي الشريف وكده الآليات النظافة نواجه صعوبة في دخولها والتخلص ونقل هذه المنظفات. فبالتالي جاءت فكرة عملية أول شيء مستودعات تخزين وهذا ما تطبقه الآن في المشاعر في الواقع وهو تخزين النفايات في الأرض إلى أن يتم الموسم تحت الأرض. فبالتالي هناك لدينا محاويات مخزنة تحت الأرض تأتي الأكياس النظافة اللي يكرمكم فيها تنضغط وتخزن بعد الحجم يجينا الآن موجودة في جزء من المنطقة المركزية وغالباً موجودة في المشاعر عرفات ومنى ومزدلفة نخزن فيها النفايات. إذن تحت الأرض مستويات ضاغطة لتخلص من هذه النفايات بعد الموسم بنشيلها نتخلص منها في مناطق آمنة بعيدة عن المناطق السكانية. الفكرة الجديدة في الواقع وهي عملية ما يسمى نفق الخدمات. نفق الخدمات بيكون تحت الأرض بيتم جميع النفايات يعني ترمى تحت النفق في النفق بتجي سيارات النظافة بتشيلها وتمشي. وهذا كله المشروع التطويري في الواقع تبنته هيئة تطوير مكة المكرمة والآن تبنته الهيئة الملكية إن شاء الله بإنشاء هذا النفق وبالتالي يتم تخلص من النفايات أول بأول بدون دخول لعبتها. هذه في الطرق الرئيسية في المشاعر المقدسة المشاعر وليس مكة وليس الحرم المكي. نعم يعني 2 مليار هذا المشروع على مدى 5 سنوات. نعم. نصف مليار مشاريع الطرق نحكي على 2 مليار ونصف هذا احنا على قولهم ما يعني يعني كم متوقع تنقلون من الأطنان يعني خلال موسم الحج؟ انت يعني حبيت اني يتم التعامل معها بعد النقل. يعني اول شيء يجب ان ننوه الى الاهتمام انه مكة المكرمه العاصمه المقدسه تحظى باهتمام كبير من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. ومقامه الكريم امر بانشاء الهيئه الملكيه لتطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وهذا في واقع اهتمام كبير يشكر عليه خادم الحرمين الشريفين جزاهم الله خير ويصب في خدمة الإسلام والمسلمين والمواطنين. عملية سؤالك الآخر النفايات هذه يعني احنا الآن بحوالي 40,000 طن بننقل مخلفات أثناء الحج 40,000 طن يتم نقلها لدينا مردم صحي خارج مكة المكرمة حوالي أكثر من لكن بعد ما ينتهي الموسم بعد ما ينتهي مطبقين مسألة اللي تحت الأرض طبعا عشان ما تعملون التدافع في الداخل إلى جانب أنه إحنا في فترة بعد الساعة 12 ليلا عندما تهدأ الأمور المرور في الواقع منسقين معهم تدخل بعض السيارات الأشياء الظاهرة بنشيلها وبتخلص منها. لدينا الآن مردم صحي يعني تبع الإشارات الصحية بنتخلص منها هناك. هناك لدينا خطة مركزية بإنشاء مصنع لمعالجة النفايات. يعني هذه النفايات في الواقع ثروة كبيرة في الواقع نستفاد منها. فبالتالي الآن إحنا بصدد التنسيق مع مركز إدارة النفايات بإنشاء مصنع لمعالجة هذه النفايات والاستفادة منها. شهيد ممتاز. 40,000 طن نعم. كحجم النفايات وإذا كان العدد عدد الحجاج زاد هذا العام أكيد العدد أتوقع أنه تضاعف هذه الأرقام. يعني إحنا نتكلم عنها الآن عندنا حوالي 2 مليون حاج من خارج المملكة وداخلها العدد حسب الرؤية 20-30 أنه يكون عنده 4 مليون إلى 5 مليون حاج. فأنت بتتكلم عن مضاعفة هذا الرقم وهذا في الواقع يدعونا إلى توجه الدولة ولجنة الحج المركزية إلى التخفيف من تصدير هذه النفايات. يعني عندنا مشكلة عملية الطبخ في المشاعر واستخدام المياه البلاستيكية هذه كلها يتولد عنها كميات كبيرة من النفايات. فالآن في خطتين. الخطة الأولى أنه تحويل الطبخ في المشاعر المقدسة إلى وجبات جاهزة وهذا يخفض تكلفة النفايات بحوالي 70%. الشيء الثاني وحتى الحوادث بدأنا عملية إنشاء مبرات للمياه. يعني كل
حاج بيستخدم ربوات البستكية يعني دكتور متخلص هذا ماشي مع المبادرة لإطلاق هذا الخدمة. نعم نعم الحاج بلا بلا بستير بداية السنة هذه في الواقع انشأنا 20 برادة مياه فيها أكثر من 350 صنبور مياه وهذا يساعد في الواقع على أن الحاج يستخدم هذه المبرات بدل ما يستخدم هذه المياه. أتوقع السنة القادمة إن شاء الله نتوسع في إنشاء هذه المبرات في الطريق إلى التخلص من العبوات الاستجابة. يعني مع هذه المشاريع اللي خلينا نقول لك طويلة واللي ما شاء الله تبارك الله كبيرة كيف تحافظون على الصحة العامة معالي الأمين؟ كيف تحافظون على صحة هذا القادم ضيف الرحمن ضيف الله سبحانه وتعالى اللي الدولة فعلا حريصة إنه مثل ما قال المستشار سيدي خادم محمد الشريفين الأمير خادم الفيصل احرص على أن يكون هذا الحاج يعني الضيف الرحمن بكل خدمات. هذا بدون شك هذا بدون شك. كيف نقدر نؤمن له هذا الجانب الصحي الممتاز والبيئي ونقدم له الخدمة بشكل ممتاز؟ بالنسبة للصحة العامة في الواقع لدينا إدارة عامة للصحة تم تكليف عدد كبير من المتخصصين في عملية الصحة العامة. لدينا تنسيق تام مع هيئة الغذاء والدواء. لدينا مراقبات وخطة تصحيحية ومراقبة مستمرة على مدار الساعة لجميع المطاعم. لدينا أكثر من 50,000 مطعم في المنطقة المركزية على مستوى مكة المكرمة. لدينا أكثر من 700 مطبخ موجودة في المشاعر وفي في مكة المكرمة. فرق دائمة باستمرار تقوم بحملات مراقبة وتفتيش على المطاعم وعلى المحلات الأغذية والأدوية ويتم إغلاق أي مطبخ أو أي مكان غذاء لا يتطبق لا ينفذ الاشتراطات الصحية قبل الموسم في الواقع من 1/11 ونحن نقوم بهذه الحملات التفتيشية على جميع هذه المطاعم وعلى الفنادق أيضا 5 نجوم 4 نجوم وطابق المطاعم. لدينا اشتراطات نحاول قدر الإمكان تطبيقها حرفيا زي ما قلت عندنا تنسيق تام مع هيئة الغذاء والدواء. اليوم كان عندي اجتماع مع معالي رئيس الهيئة ووضعنا اشتراطات كثيرة. لدينا أيضا تنسيق مع منافذ الخروج والدخول في مكة المكرمة مراقبة الأطعمة اللي تدخل مكة المكرمة كما يتم الآن مراقبة النقل العشوائي للحوم والأغذية لخارج مكة المكرمة. فالتنسيق هذا مستمر. يعني بعض الأحيان يقول لك الأمانة تضبط بعض المواقع اللي تبيع المواد الغذائية المنتهية الصلاحية أو قريبة المنتهية الصلاحية. كيف وصلت إلى هذا المواقع إذا كان هناك رقابة لصيقة؟ والله شوف طبعا الحجم العمل كبير في الواقع يعني عشان بس ما يكون يعني الجهود كبيرة في الواقع ليس دعاية والمجاملة لكن حجم العمل أكبر. يعني عندنا حجم عمل كبير وعملية ضبط مستمرة وللأسف الشديد هناك بعض ضعاف النفوس سواء كانوا من المحلات التجارية من المتخلفين لنظام الإقامة يحاولوا تسويق كثير من الأشياء فبنحاول جهدنا جهد كبير لكن جهد يعني المقل. وين الدور اللي تتمناه أنت مع الأمين من هذا الشريك؟ من هو الشريك هنا؟ المواطن أو المقيم؟ إيش الدور اللي تتمناه من هذا الشريك؟ يلا أشوف المواطن التاجر صاحب البقالة صاحب المحل صاحب هذا أنا عن شخص اكتشف هذا الموضوع. والله هي الأمانة. يعني إحنا عندنا زي ما قلت أجهزة رقابية عندنا غرفة عمليات على مدار الساعة. أي مواطن المواطن دائما أطلقنا مبادرة المواطن عين الأمانة فأي مواطن في الواقع يجد وهذا جاتنا كثير من الأشياء أي مواطن يجد سلعة منتهيه الصلاحية مخالفة بتصل على 940 لدينا فرق دائمة بتروح وبتكتشف هذه الأشياء. كأني أشوف أو أسمع همس الآن لأحد المواطنين يقول يا أخي دائما نتكلم ما نقدر نجاوب. كأني أسمع هذا الإحساس الآن. أنت إيش ترد؟ والله أشوف وين يتجه ومتى تكونون جاهزين ولا عودة في موضوع الأمن الغذائي؟ الأمن الغذائي في الواقع لا يوجد أي استثناءات أي مخالفات صحية نجدها يطبق نظام لائحة الغرامات بدون أي استثناء وطبقنا الكثير من الغرامات بدون تردد وأغلقنا عن عدد كبير من المطاعم ومن أماكن الأغذية وصادرنا كثير من المواد. أي ملاحظة تأتي من أي مواطن اتصل على 940
ورجول هذا المواقع. حتى الان احنا بدأنا في الواقع نظام بسميناه نظام ميدان، وهو جزء من نظام إجادة، وهو المراقبة الفورية. يعني عندنا الان نظام المراقب ياخذ الايباد بيطلع المكان بيصور المخالفة وبيرسلها لغرفة العمليات، وبيحدد المكان وتطلع فرقة مباشرة للمكان في هذه المخالفة وتطبق الغرامات مباشرة فورية. ممتاز. معالي الأمين، كم يعني المتوقع صرفه ماليا على المشروعات اللي بتخدم الناس الآن في الحج هذا، وكم المبلغ اللي تم صرفه خلال 5 سنوات خلنا نقول على المشاريع؟ وأنا وأرجع أقول إنه هاي المشاريع كلها في الأخير تصب في خدمة ضيف الرحمة. بدوشك بدوشك. كل المشاريع اللي في العاصمة المقدسة هي تصب لها، سواء كان حاجة أو متبرع. صحيح. صحيح. عندنا 4 مجالات للصرف في الواقع. عندنا التشغيل والصيانة، عندنا النظافة، عندنا المواطنين الموظفين اللي بيشتغلوا معانا، يعني بيشتغلوا معانا. فالسنة هذه في الواقع المبلغ المتوقع صرفه لهذه العناصر فقط خلال فترة الحج، يعني من واحد الحج إلى نهاية الحج هذا العام، بس بس لهذه العناصر 200 مليون ريال. يعني نصرف 200 مليون ريال مكافآت الموظفين، التشغيل والصيانة، أوضاع النظافة، الإصحاح البيئي، التجهيزات لهذه 4 أيام، لهذه فترة الشهر في الواقع. خلينا نقول هذا الشهر اللي هو تجهيز، هو تجهيز وعودة إلى الحياة. 200 مليون ريال لهذه الفترة فقط. السنوات الماضية في الواقع المبالغ في الواقع بتزيد، يعني كل ما احتياجاتك بتزيد. يعني قبل 5 سنوات صرفنا حوالي 150 مليون، بعدها 170 مليون 180، لكن آخر سنتين في الواقع زيادة. يعني العام الماضي وهذه السنة في الواقع صرفنا متوقع 200 مليون ريال. يعني تطلع على 5 سنوات تقريبا 1 مليار ريال صرفت فترة الحج، شهر الحج فقط لخدمة ضيوف. 1 مليار ريال نعم خلال 5 سنوات فقط فترة الحج، فترة التشغيل هذه الحدود الأربعة اللي قلتها. نعم هي فترة الحج. الحج مع الأمين، يعني أنا أشكرك لكن أرجو أن ألقى إجابات سريعة مختصرة من وقتي خلاص. طريق غير المسلمين اللي يسلكونه الناس سواء يعني اضطرارا أو حتى اختيارا، حفريات، طريق لا يليق بهذا يعني العمل الكبير اللي تبذله هذه الدولة، واللي أنا أعتقد أنك أنت اليوم تمثلها معالي الأمين، وإن شاء الله أنك يعني قد هذه الثقة. الله يرضى. إيش حتعملون في مثل هذا الطريق؟ في الواقع عندنا مبادرتين في الواقع إصلاح، أو 3 في الواقع. أول شيء عندنا المواقيت، أعتقد في الآن تنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية على إصلاح المواقيت وتحسينها بطريقة سريعة أكثر المسلمين بجميع. عندنا مبادرة إصلاح الطريق غير المسلمين، هذا إن شاء الله حنوفرها إن شاء الله على الميزانية القادمة إن شاء الله. طلبنا المشاريع انتهى التصاميم وحنبدأ تنفيذها. لدينا مشروع في الواقع اللي هو طريق جدة ومكة السريع. جدة ومكة السريع طريق مهم يسلكه جميع المسلمين، وفي الواقع مبادرة هذه من سمو سيدي ولي العهد بضرورة الاهتمام بطريق جدة مكة السريع. نائب حيعاد تصميم الطريق بالكامل، تجميله، تحسينه، تطوير المحطات فيه، تطوير المرافق فيه، وهناك لجنة تنفيذية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة، واجتمعنا الآن اجتماعين على أساس إعداد تصور كامل للطريق وتحسينه وتضبيطه إن شاء الله. إذا ننتظر إن شاء الله. إن شاء الله ما دام سمو الأمير إن شاء الله. وكذلك طريق مكة جدة حسب توجيه سمو سيدي ولي العهد إن شاء الله. إذا فيه كلمة أخيرة. الله أشكركم، والأمانة في الواقع تعمل لخدمة الجميع، وتشكر حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على الدعم اللامحدود للأمانة في تنفيذ مشاريعها في مكة المكرمة. نرحب بضيوف الرحمن، نتمنى لهم حجا مقبولا وسعيا مشروعا. شكرا لك معالي أمين العاصمة المقدسة. مشاهدي الكرام، المهندس محمد البويحص الذي كان ضيفا معي في هذا اللقاء الخاص لتسليط الضوء أكثر على ماذا تقدم أمانة العاصمة المقدسة في موسم حج هذا العام. مشاهدي الكرام، انتهت هذه الحلقة، لكن لم ينتهي الراكض حول ماذا تقدم هذه الدولة بقيادة سياسية يقودها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو سيدي ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وبتوجيهات تترجم على أرض الواقع.